معكم الحداد أبو محمد، مصلحتي الحدادة، وهاي من قلة نحن كور لجأنا إلى بسبب غلاء المعيشة بالمناطق المحررة، غلاء الغاز والمازوت وهالأمور هاي. هي عبارة عن كور، هي قميص جب ارتوازي من الداخل ومن الخارج، عبارة عن قطعتين، فرن داخلي وعبارة عن مروحة بنحط فيها الفحم من هون وبنشغل الهواء، فبنطبخ عليها بسبب غلاء المواد والمحروقات. بالنسبة للمواطن بالمناطق المحررة هي أرخص شيء بالموجود حاليا، يعني منشغل عليها كرتون، منشغل مواد بالي، الله يعزك أحذية، هالأمور الموجودة بالمخيمات على حسب استطاعة كل إنسان، وبنطبخ عليها وهي فعالة بشكل ممتاز. سعره يتفاوت من 20 ل 25 ألف، في أرخص، في التنكة، في الصوبة، يعني كل مادة، بس هاي أجود الموجود في المناطق المحررة واستعملها كل الشعب بالمناطق هون.